اقفل بالكاميرا دلوقتي، اقفل بالكاميرا من هنا. عامر مشي ولا بره؟ مشي راح يجيب العربية، راح يجيب الاضراب بقى، الاضراب وخلاص. طريق للراجل. ما تتصل بيه الكاتل ده يشيله. طبعا احنا تلقينا بلاغ من احد العاملين كفرد امن فيلا منطقه مبارك 7، بيقول ان 2 اصحاب الفيلا السويسريين راجل وزوجته متغيبين وتليفوناتهم مقفوله، والمفروض ان هم كانوا يعني على روايته ان هم المفروض ان هم مسافرين لسويسرا لزياره اولادهم، وما وصلوش سويسرا وما غادروش مصر، فهو جه يبلغ بغيابهم، واحنا شغالين وبنحاول ان احنا نعمل التحريات ونكثف الجهود لكشف غموض اختفائهم.